وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد مملكة البحرين للقمة نيابة عن جلالة الملك المفدى. وكان في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى مغادرته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين.